الربيع العربي الذي رأى النور في شتاء 2010 ومطلع 2011 ارتكز في الأساس إلى قيم ثلاثة، ألا وهي حكم القانون، الحرية الفردية والحقوق. وعلى بساطة هذه المبادئ كونها طبيعية وأساسية إلى أنها شكلت تهديدا شاملا لكل المنظومة الثقافية والسياسية في المنطقة العربية منذ ما بعد الاستعمار. وكالعادة وكما كان متوقعا وجه هذا الربيع بكل الآلة العسكرية التي كدستها الأنظمة العربية وانهار الربيع العربي. وفي بعض حالات الانهيار انهار مشروع الدولة كما هو في اليمن وليبيا وسوريا. ولكن بذرة ذلك الربيع بقيت حية كونها بتعتمد تستند إلى قيم أساسية متمثلة في دولة القانون، الحرية الفردية والحقوق. ولذلك شاهدنا أن الربيع العربي يعاود التكرار ويعاود الحضور من وقت لآخر كما لاحظنا في السودان والجزائر وبعض المناطق العربية. وبإمكاننا القول أن الربيع العربي، الموجة الأولى من الربيع العربي، وإن كانت قد غربت شمسها إلا أنها ستكرر نفسها كونها تعتمد على ما هو أصيل وتاريخي ودائم.